السيارة البيضة هذه ايش نوعها؟ ايش تاريخها؟ ايش وضعها؟ دي عربية نوسوليني، عربية فيات ايطالي. نوسوليني؟ نوسوليني العربية دي. اوكي. عربية ايطالي وبالك موديل 22. السيارة دي اسمها قرنبيش امريكاني. قرنبيش؟ قرنبيش. قرنبيش؟ أول مرة أسمع الاسم أنا صراحة. لا حاجات نادرة، حاجات نادرة عندنا. يعني الشركات هذه ما في منها اليوم. موديل 32 عربية نادرة. عملت أفلام مع يوسف وهبي. يوسف وهبي. عملت مسكات اللون بتاعها كان أسود في الأفلام معاه. يعني أنت تغيروا كمان الألوان حسب العمل؟ على حسب المخرج، المخرج بيجي يطلب اللون بنغير له اللون، خد بالك في العمل بينقي مني، خد بالك عايز يعدي لون كذا لون كذا على حسب ما هو طلبه بنفذه طلبه. أجل بعد السيارات الروسية هذه الحمراء إيش؟ دي عربية فارجو خضراء، بس في خبالك مخرج طلبها حمراء، غيرت اللون بتاعها من طاحة حمراء كتير. شغالة عربية شرطة، مش عارف قبلها كانت عربية شرطة. كانت شرطة الأول الناس غيرنا اللون بتاعها. دي جيبستر كانت عملت في فيلم بتاع سمارة. هذه فيرموند. هذا اللاند كروزر القديم. أيوة. من تويوتا. يا الله يا عم سيما. هذه السيارة ما في تقريبا منها في العالم إلا كم حبة. دي عربية فيات سبعينات صغيرة، كنا جبنا برضو بنحتاجها ساعات برضو في الأعمال. سبعينات جبينها. فيات بلدي اسمها إيش؟ فيات بلدي إيطالي. بلدي أو بلدي. بنسميها كده. اسمها كده. لا يعني لقبها كده. عندي لقبها كده. فيات بلدي في الزمان. زمان. دي أمبريال. أوكي أمبريال. كلمة أمبريال بالألماني يعني أمبرطون. مين أمبرطون؟ هتلر. هتلر العربية. ودي سيارة كونسور موديل 60. كونسل أول مرة. دي كونسول. كونسول خبالك موديل الستينات. أوبل. أوبل. الله أكبر. أوبل. أوبل ألماني. دي دوتش برضو موديل 49. دوتش. دوتش أمريكاني. إيه دوتش. دوتش. وهذه كمان برضو دوتش بدي 57. فعلا. الحمرة دي بقى اسمها تاترا بلان. تاترا بلان. تاترا بلان عربية شيكي. شيكي. تلاقي شكل عربية تطرى النقل بالضبط، يعني هو الشكل كله واحد، والسكودا اللي هو اعتبر الشكل كله قريب لبعض. دي ام 51. اوكي. دي ام 51. دي جيب ويلد موديل خبالك بتاع فتش نفتش طبعا موديل 40. موديل 40. دي ويلد برضه جيب ويلد، بس ده موديل 42. يعني عم سيمك كل الافلام القديمه مرتكزه على السياره هذه. شركه ويلس نفسها لما صنعت السياره هذه صنعتها للجيش. للجيش. صحيح. وبعدين انتقلت الى صارت رمز مهم في نزلوا الافلام. ايام الاحتلال نزلوا عندنا في مصر هنا ونزل الجيش المصري ونزل. أيوة. ونزل ليهم هم برضه. ما اتوقع حتى اي جيب اليوم وهذه في حالتها شغاله مستحيل يجاري هذه السياره. الثاني. مستحيل يجاريها. طيب الآن صرنا في موديلات أحدث شوية. دي عربية بونتك نادرة برضو. شيك. بونتي. نادرة. أما الحمر دي دوتش. دوج برضو. دوتش. لا هذه من الدوج القديم. أيوة. اللي قبل ما يتغير اللوجو تبع. اللوجو القديم الدوج. دوتش. دي بار بتاع فنانة صباح. صباح. عربية نادرة برضو. عربية كوبرلي. هذه تيزوتو من اشهر الدوج، اكثر الدوج مبيعا كانت في ذاك الزمان. شيفروليه. شيفروليه. حلو. هذه سنه كم؟ 55. طبعا شيفروليه هذه كمان اللوجو، لوجو الطياره هذا صنع منه اصدارات محدوده بس. نرجع للزمن الارث القديم للسيارات قبل المحركات اللي هي الكارجس او اللي يركب عليها الخيل. تمام. دي العربيات دي طبعا قبل موضوع الاختراعات العربيات ده فيتون مكشوف. فيتون مكشوف اللي هناك. وهذه وده فيتون مقفول صغير. اما دي عربيه ملكيه عملت شارع جديد، جمهوريه جيفته، بوابه الحلواني، حاجه طبعا شيك. طبعا فرنسا بتعمل عربيات حلوه، والانجليز والامريكان دايما الخباك بيجيبوا الحاجات ديت قبل طبعا موضوع العربيات. طبعا ما في حزام امان ولا شيء الوضع. لا وكان في لسه في الحزام دي والحاجات دي. ايوه يا عم. ايوه ايوه. كل شيء في السيارة شغال.
هذا عداد السرعة هنا؟ عداد السرعة ما شاء الله كل حاجة شغالة فيها الأويل. هاي طبعاً تعتبر من السيارات الفخمة أو طبعاً يعني موش السيارات يعني نادرة نادرة وما فيش أختها في مصر يعني هي أعتبر دي ويمكن يعني ويمكن برا ما فيش أختها كمان برا حرب مع الدركسيون عمسيما كم غيار الجير بوكس هذا؟ ثلاثة غيار حلوين يعني بتوصل يمكن سرعة 120 تقريباً توصل والله يا عمسيما مو وصف فقط فخورة فيك العالم العربي كله فخور أنك كيف حفظت على تاريخ بالشكل هذا يستاهل فعلا وسيارة بالشكل هذا والنظافة الحمد لله تستحق الإشادة أنا استمتعت مرة بالتجربة هذه وبصراحة شرف أني أكون اليوم معاك في السيارة يعطيك ألف عافية وما قصرت معي